أيضا من أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي ينضم إلينا واثق سعادة رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية. سيد واثق أهلا بك في هذه التغطية. إذا تساؤل رفعه الوفد الفلسطيني اليوم إلى المحكمة، إلى متى يبقى التغاضي عن ما تقوم به إسرائيل، وأيضا يبقى التغاضي عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والتعامل بازدواجية المعايير؟ برأيك إلى متى، وكيف يمكن أن ترى هذه المحكمة وقراراتها؟ مساء الخير، صباح الخير للجميع. سؤال مشروع وسؤال قانوني وعادل للشعب الفلسطيني وللوفد الفلسطيني مشكور الذي قدم هذا التساؤل أمام أعلى سلطة دولية تختص بالعدل الدولي، إن كان هناك شيء تبقى من ما يسمى العدل الدولي. لكن إلى متى؟ لكل تعلمنا أن لكل للظلم نهاية، وأن ظلم الاحتلال وجبروت الاحتلال وكل من يدعم الاحتلال في دول العالم على رأسها أمريكا والدول الأوروبية داعية الديمقراطية المزيفة إلى 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 زوال آجلا أم عاجلا. وأقول قد لا تمر سنوات معدودة وسينتهي وسيزول هذا الاحتلال. لقد انكشف هذا الاحتلال على حقيقته وعلى عنصريته وعلى صهيونيته وإجرامه. ماذا تعني قرارات المحكمة؟ تعني لنا الكثير. قد لا تكون ملزمة للدول، ولكن هناك أيضا قد تكون قانون أخلاقي عرفي يكون ملزم للهيئات الدولية. طيب سيد واثق، إذن وأنت الآن في أمام هذه المحكمة ونسمع هذه الأصوات للمتظاهرين لديك، ضعنا في أهم التفاصيل للفعاليات التي يقوم بها الاتحاد إن كان في لاهاي أو في عموم أوروبا الآن.